بسر التثبيت نتجدد بالروح ونزداد نضوجا ونصبح لله شهودا في كل ميادين العمل والحياة. بسر التثبيت نتعمق في إيماننا، نصبح أعضاء حية في الكنيسة. ماذا يعني أعضاء حية في الكنيسة؟ الكل كبار. ماذا يعني؟ يعني نشترك في مشاريع الكنيسة، نشترك في هموم الكنيسة، ونشترك في هموم كاهن الكنيسة. ماذا يمكن أن نعمل لكنيستنا، لرعيتنا، لأولادنا، لأبنائنا؟ نضوج أكثر. أيها الإخوة الأحباء، أهنئ أطفالنا الذين سوف يقبلون سري التثبيت والمناولة الأولى. أهنئ الأهل والأشابين. أشكر من كل قلبي كل من هيئ هؤلاء الصغار لهذه الحفلة الجميلة، وألف ألف مبروك.